بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبعد ما صحة مع فقرتنا الرياضية خلينا نبدأ حلقتنا بالجولة السريعة في أخبار وموضوعات الصحف المصرية. صدر صباح اليوم السبت الموافق 30 أغسطس، والتي ركزت على الكثير من قضايا الشأن المحلي وأيضا الموضوعات الإقليمية والدولية. نبدأ جولتنا من جديد المصري اليوم. اقتراحات تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس. قالت مصادر سياسية متوازية ومصدر حكومي أن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل اقتراحات مكتوبة لتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس في ضوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية الحالية. وشدد مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة أن الفكرة ليست مرفوضة تماما، وإن كانت أيضا ليست مقبولة في المرحلة الراهنة. وكشفت المصادر أيضا أن الرئيس تلقى توصيات من أكثر من شخصية سياسية وجهات سيادية ترى أن الدستور الذي صاغته للترخيص وتم إقراره بأغلبية كبيرة لا يتناسب مع البلد. للتعليق على هذا الخبر معنا هاتفيا الدكتور محمود قبيبي شميت كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، وأيضا أستاذ القانون الجنائي. صباح الخير يا دكتور. أهلا حضرتك دكتور. ما رأي حضرتك يعني في موضوع تعديل الدستور، وأيضا في رأي بعض الجهات أن الدستور الذي صدرته لجنة 50 لا يتناسب مع حال البلد في الوقت الحالي؟ تفضل. الحقيقة طبعا الدستور في بعض الأمور يجب أن تكون غير ما ورد فيه. بسبب بالنسبة للصلاحيات الرئيس الجمهورية التي تم تقديمها بطريقة واضحة وظاهرة، دائما كان الشك يحيط في رئيس الجمهورية بالنسبة لمراحل السابقة، فتم الحد من سلطات رئيس الجمهورية لمصلحة البرلمان الأمريكي للوزراء شك كبير. لكن هذا مطلب الحقيقة ربما لا يتناسب إطلاقا مع القواعد القرار، لأنه في آلية خاصة للتعديل يتم تعديله إلى اقتراح عدد معين من نسبة معينة من أعضاء البرلمان، يعني لازم يكون في برلمان قائد والموافقة على التعديل بأغلبية خاصة ثم استفتاء الشعب. يعني لذلك فلا يمكن طبعا، ولا اعتقد ان رئيس الجمهورية يعود الى العصر السابق وما فعل الرئيس السابق محمد مرسي من ان يعدل السفرية الآلية المنصوص عليها. فبالتالي فان الامر يعني غير مقبول، يعني الرأي له اتجاهاته من الناحية الموضوعية، لكن من الناحية القانونية الدستورية الإجرائية يحيل تعديل الدستور إلا بالآليات التي حددها الدستور. تمام. طيب دكتور، سؤال آخر، هل يعني تأخير قانون الانتخابات هيؤثر على خارطة الطريق؟ يعني عايزين حضرتك توضيح أيضا اللي هي النقطة أن في كثيرين ناقشوها. وطبعا التأخير هو في نص الدستور على أن تجرى الانتخابات خلال فترة زمنية معينة، وأن يتم أول اجتماع في البرلمان القادم خلال فترة محددة، وهذا يقتضي الاسراع بالبدء في العملية الانتخابية. لكن هذه المواعيد في الوقت هي مواعيد تنظيمية، يعني يقصد بقى حتى على سرعه الانجاز. طبعا لما تمت الانتخابات بسرعه معقوله، يعني او خلال فتره معقوله والتزمنا بالنص زمن حقيا، لما كان ذلك افضل حتى من الناحيه المعنويه ومن ناحيه الاثر المعنوي على المستوى المحلي او المستوى الدولي. لكن هذا لا يمنع اذا كانت صعوبات في الانتخابات خلال فتره ان هي تؤجل حتى يتم الاعداد لها اعدادا صحيح، وهذا لا يتناسب مع نصوص الدستور، لان المواعيد هنا تنظيم اكثر الاعتبار انه من الممكن يقال ايضا ان مجرد بدء اللجنه في عملها وفي عمل التنظيميه للانتخابات يعتبر التزام بالمواعيد، بس كلما كانت الانتخابات بصوره اكثر كان افضل، لكن ليس هناك عوارض تريد اذا تاخرت حتى تتم العمليه بعد تنظيم.
تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور محمود قبيش عميد كليه الحقوق جامعه القاهره الاسبق واستاذ القانون الجنائي. ونعود الى اخر مره اخرى مشاهدينا، وننتقل الى جريده الشروق القومي لحقوق الانسان والكونغرس. لا يوجد في مصر معتقل سياسي. اكد المجلس القومي لحقوق الانسان الوفد من اعضاء الكونغرس الامريكي امس الاربعاء انه يوجد معتقل سياسي في مصر. وكشف عضو المجلس حافظ ابو سعد تفاصيل الاجتماع الذي استمر لمده ساعه بحضور الرئيس المجلس محمد فايق، وتناول خلاله وفد الكونغرس الاوضاع بعد ثوره 30 يونيو والقوانين الخاصه بالتجمع السلمي المعروف باسم قانون التظاهر وقانون الجمعيات، وايضا القبض على عناصر جماعه الاخوان الارهابيه ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. منها الى جريده الوطن ضربه جديده لداعش مصر. احتل تنظيم داعش المتطرف مركز الاحداث العالميه، ففي الوقت الذي اعترف فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما بعدم امتلاك بلاده استراتيجيه محدده لمواجهه، وصلت مصر تتجه الضربات الى التنظيم الارهابي، حيث تتصلت الازازات الاهليه بشبكة تخصصت في اغتيال الشباب وتسفيرهم الى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش. ومن جريدة المصري اليوم، تمويل وما في الطريق الى قناة. تسبق أجهزة الدولة تسبق أجهزة الزمن لإنجاز مشروعي حفر وتنمية محور قناة السويس الجديدة عن طريق إتمام الخطوات الأساسية للتمويل وتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء المجتمعات الجديدة على ضفاف القناة. ويعقد البنك المركزي مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن تفاصيل وشروط شهادة الاستثمار المخصصة لتمويل القناة الجديدة، بينما بدأت القوات المسلحة أولى الخطوات العلاقة لمياه جرب أسفل القناة لتغذية مشروع المحور. من جريدة التحرير، ثلاثة الألباء يطلبون أماكن دكتور رومان ومحافظة نبحث أمرهم. اليوم السادس على التوالي، وصلت أجهزة محافظة القاهرة أمس تسكين الباعة الجائلين من الأماكن المخصصة لهم بجراج ترجمان. المفاجأة كانت في إقبال عدد كبير من الباعة غير المقيدين بكشوف الحصر على أمام إيجاد أي طريقة لتسجيل أسمائهم، خصوصا وأن الحصول على كم بسوق دائمة والتي يتم إعدادها بأرض وبول الثلج، يفترض أن يكون إعقاد تم تسكينه من قبل في الترجمان وأن يكون اسمه مدرجا بكشوف الحصر. ننتقل إلى جريدة مصر اليوم، التغيرات المناخية تهدد بغرق منطقة الساحل الشمالي 2030. كشف تقرير بيئي أنه من المتوقع أن تزيد من خطر الكوارث في حلول عام 2030 بسبب التغيرات المناخية. وتوصلت التوسعات السياحية والعمرية في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية ما يهدد برق مناطق الساحل الشمالي ومرسى مطروح. أوضح التقرير أيضا الذي أعدته وزارة البيئة ممثلة في الإحادة النووية على الجمعيات العاملة في مجال البيئة بالاشتراك مع مؤسسة ريش إيكويرد أن السياحة يمكن أن تتأثر بفقدان منشآتها السياحية أو تسجل الخسائر ناجمة عن تدهور الشواطئ. ومن المصري اليوم أيضا، قاضي أحد الإخوان يعاق ثلاثة متهمين بالسجن وواحد عاما ومراقبتهم لمدة موسعة. حكم جديد يثير للجدل، أصدرت الدائرة السابعة لمحكمة جنايات المنيا برئاسة السيد المستشار سعيد يوسف محمد الشهير القاضي أحد الإخوان مساء أمس الأول، يقضي حبس 91 عاما وستة شهور وغرامة 500 جنيه على ثلاثة متهمين لطريقهم في عدة اتهامات تتعلق بأحداث عنف والشغب الإخوان الإرهابيين عقد الصناعية الربع العدوية وأمضى في أغسطس من العام الماضي باب مركز العدوى. ومن جريدة الشروق، وزير التعليم للشروق أدرس في موعدها 20 سبتمبر. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو ناصر على بدء الدراسة على مستوى الجمهورية في موعدها المحدد سلفا في 20 سبتمبر المقبل، وقال أن تأجيل الدراسة بالجامعات لما بعد عدة أطعام يؤجل العملية التعليمية بالمدارس. وأضاف أبو ناصر للشروق أيضا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرر بدء الدراسة في موعدها المحدد سلفا لعدم وجود الأسباب التأجيل، مشيرا إلى أن تأجيل الدراسة في الجامعات يرجع إلى عدم جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين حتى الآن. ومن جريدة الشروق، تونس تحتجز رئيس حمود أبو قدور. احتجزت قوات خفر السواح التونسية والأمس مركب صيد مصري على ممنه 18 صيادا مصريا بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية.
قال شيخ طيبين كفر الشيخ احمد عبد النصار ان مركب رئيس حموده ابو قدوره المملوكه المواطنه من قريه برجه غيزه التاجر على مركز اتوبيس في كفر الشيخ احتجزت قبل السلطات التونسيه الخميس الماضي على منها 18 صيادا جميعهم من القريه، مضيفا لان المركب كانت في رحله صيد الى جزيره مالط عرض البحر المتوسط منذ 10 ايام، وبعد انتهاء رحله الصيد فوجئ الصيادون بهجوم القوات التونسيه وحدات جزيره في ميناء صفاقس واختراق المياه الاقليميه. واخر خبر معنا في هذه الفقره مشاهدينا، بريده الشروق حبس ثلاثه امم الشرطه 15 يوما لتورطهم في تمثيل جثه متهمه. أقر مدير نيابة الخنقة محمود السعيد أمس الجمعة بحبس ثلاثة من الشرطة 15 يوما على ذمة تحقيق لاتهامهم بالتمثيل بجثة أحد المتهمين داخل مشرعة مستشفى الخنقة العام، ووضع سيجارة مشتعلة في فمه وهو متوفي والتصوير بالفيديو والسخرية منه. مشاهدينا بهذا الخبر من بريدة الشروق انتهت فقرتنا الإخبارية التي الحلقة مرة ثانية، وصبح عليكم ابقوا معنا بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه فقرات التقارير. فقرنا الاول عن الحب، حب كلمه جميله تعبر عن مشاعر يرددها كل من لا بيشعر به او بيرددها شخص واحد، وذلك لا يتمنى ان يشعر به الطرف الاخر. عشان الحب ده يظل موجود بين الزوج لازم الزوج او الزوجه يردد للشريك او شريكه حياته في كلمه علشان يفكر طول الوقت ان هو بيحبه، بس مشاغل ومشاكل الحياه ممكن تنسي الجميع قول هذه الكلمه. تعالوا نشوف راي الناس الشارع في الموضوع ده، ونعود مره اخرى معنا. احبك او احبك كلمه لها وضع سحري في النفوس حينما تكون صادقه. في ظل الظروف الاجتماعيه والسياسيه الصعبه التي نعيشها يعاني الكثير منا ازمات نفسيه وحاله مرضيه سيئه، نكون فيها في اشد الحاجه الى الاحساس بمشاعر الحب من حولنا. لا طبعا ما زلت بقول يعني غصب عني يعني مش ممكن اعيش بعدك تخيلك جنبي ليلاتي، وبقول لو ربنا ياخدني كنت اعمل ايه يا حياتي. مفيش حب خالص 10% يمكن. شكرا. حب شخص لشخص او شخص لشخص وبعد يبقى فيها ضرب، بس الحب ده ونهايه الجواب بتاعته دمار وطاع. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيب، حول في الروح يا قلبي وعنيا. لا اوعي يا روحي ده واجب عليا. تتعطل لغه الكلام بين الحين والاخر لان الكلمات تمر حين تقل كما قلنا الزقبال، وبالتالي التعبير عن الحب قد لا يحتوي الى كلمات لانه لغه يفهمها البشر بل والكائنات جميعا. وبالطبع هناك الف طريقه وطريقه للتعبير عن يعني الحب. ما اعتقدش ان الحب بالكلمه اللي بتقال، لان الحب ده احاسيس مشاعر. الحب جميل أجمل شيء. أحبك. شكرا مراتي جدا على مجهودها على ده، شكرا ليها جدا. بس مفيش أدب يالا. لا مفيش أدب يالا، مفيش أدب خالص. مفيش خالص. يبقى نتربى لما هو ما
مش انا يبقى الرب. ومن اغرب الطرق التي عبر بها الشخص المحبوب به عن حبه تلك التي استخدمها الفنان الهولندي الشهير فان جوخ، فقد احببتها ولم تبدل هذه المشاعر فذهب الى رؤيتها فامتنعت عن مقابلته، فوضع يده على ذهبه بشموع واقسم الا يوعدها حتى تخرج لرؤيته، لكنها لم تفعل فبقيت يده على النار لا اغمي عليه. ولكن منظر قبان يقول لها قولي ولو كذبا كلاما ناعما قد كذا يقتلني بك تفعل. مؤسس العقار هاتلي. زي ما شفنا برغم ورد من ضغوط الحياة الناس مقدرش تستغنى عننا، لو بنحب بعض مش هنقدر نعيش مع بعض، حتى بنحب شغلنا مش هنقدر نروح الشغل، مش بنحب بلدنا مش هنقدر نبني، لازم يبقى في حب، بس احنا اللي مش قادرين لحد دلوقتي ان احنا نبين مشاعرنا دي لبعض. تقريبا اللي جاي مشاهدين انا وايه علاقه بالسلاح. الوهله الاولى لما اتكلم عن سوق السلاح، اول حاجه هتتبادر الى ذهننا انه مختلفه من الاسلحه مش هتشوفها في اي مكان تاني، بس سوق السلاح اللي موجود دلوقتي في الدار لم يعد كما كان على الحال من عشرات السنين، وتتحول لسوق للالعاب الناريه، وده بالمناسبه افضل لان الوضع اللي احنا موجود مكان لبيع الاسلحه. تعال شوف التقرير. سوق السلاح هو شارع قديم بمنطقة الدرب الأحمر بجنوب القاهرة، وهو مليء بالآثار، حيث يعود تاريخ هذا الشارع إلى 700 عام، وتتبع تسميته بما تتنيه من عديد ورش ومصانع الأسلحة على اختلاف أنواعها من رمح وسوف ودروع التي كان يمد بها القلعة أثناء حكم المماليك بمصر. لكن كيف أصبح حال هذا الشارع في عصرنا الحالي؟ من 40 سنة أول ما تيجي من أول الشارع اليمين كل الدكاكين دي كانت تفشجرة بالسلاح كله من 40 سنة، حتى وانا كنا عيال تسمع ضرب طار طخ 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 طخ، لكن دلوقتي لا مفيش حاجة أبدا من دي. ده سوق سلاح عشان زمان كان يعمل كسوات سلاح، كانوا بيصنعوها في الحرب وكانوا بيصنعوها في السيوف من أيام محمد علي، بعد كده بقى بيعملوا فيه البنادق، البنادق اللي لابس خرطوش شوتين دي. الكلام ده ابتدى ينكرر من الستينات وانت طالع كده السبعينات الثمانينات، ما بقاش في الكلام ده، ابتدى بقى تجيه اتجاهات اخرى، يعني في عالم النجار على عالم التوسع المولي وتنجيز كده سوق السلاح، يعني هم فعلا كان هنا سوق للسلاح فعلا زمان، السلاح الابيض اللي هو السيوف والكلام ده ايام مقاصد المماليك. ومع تراجع الطلب على تلك النوعيه من الاسلحه تاريخيا، تحولت الورش الموجوده في الشارع الى محلات لاصلاح الاسلحه من مسدسات وبنادق. وفي الخمسينيات من القرن الماضي اختفت هذه المهنه ايضا شيئا فيئا، وتحولت المحلات الى مجالات اخرى لا علاقه لها بنشاه الشارع كسوق للسلاح. شارع سوق السلاح من اهم الشوارع اللي كانت موجوده واخطر الشوارع اللي كانت موجوده ايام الانجليز، كان الشارع ده فيه ناس ابطال شجعان كانوا ضد الاحتلال الانجليزي، بس كل الناس خلاص انقضى عليها بعد خروج الانجليز من مصر. طبعا هنا اخر طفاج كان هنا كان حوالي في حوالي 170، وبالتالي الحكومه مرتدي بعد ذلك تنزل على محلات السلاح دي لغايه ما تقضى عليها خالص نهائي. مفيش حاجه في سوق السلاح دلوقتي بيصنع اي حاجه. لا هي منطقه غيرت ملامحها خالص من الشكل السكاني حتى لثقافه الناس للمهن الموجوده حاليا. انتشر فيها صناعه تنبيه، صناعه القايمه، شغل المنديل اليدوي. في حضرتك بيجي ناس تسال ساعات يقول لك انا عايز مثلا سكينه مستعد او سلاح ناري، حاسس ان هنا في ورشه بتصنع او في ورشه بتصنع. سوق السلاح اسمه ما زال له رنان وشهر حتى الان رغم احوال التي بدلها الزمن، لانه ما زال يحتفظ بمعالم اثريه شاهده على امجاده ومكانته الاولى. مؤسس العقاد قناريم. شكرا. ماذا
استاذ العقاد على هذا التقرير. وخلينا ننتقل لتقريرنا الجاي والاخير في هذه الفقره عن التجاره الالكترونيات. الناس كلها بتبتدي تتكلم عن اضرار التدخين والمدخنين نفسهم بيعرفوا هذه الحقيقه بس مش قادرين ان هم يبطلوا السجاير. وقد حاول الحديث مساعده المدخنين على الاقلاع عن هذا العدد التدخين عبر السجائر الالكترونيه. هل تحقق المعجزه ويقضي الناس عن التدخين؟ السجائر الإلكترونية اختراع جديد في عالم الإقلاع عن التدخين، وقد يكون بديلا لها. فما مدى نجاحه وانتشاره أو اقتناع الناس بها كوسيلة فعالة؟ أقدرش أن أحط حاجة في جسمي أكثر من الملابية، هتجرب أشرب في جسمي نسبة النيكوتين، أو ما أجرب حاجة تانية ما أعرفهاش من كفاية السجاير. كأنك بتشرب سيجارة عادي بس ما فيش دخان داخل ولا خارج. لا لا أبطل دي، لا ما أحب السجاير. التدخين شيء مؤذي الصراحة، ولان وتجربتك سيئه وتبت ان يعلى مش لك تبت مدام ان السجاره دخلت بقك. الموضوع ده مرفوض، ما بدخنش اعمل ايه طيب؟ اتعلم وبعدين ابطل. البعض يرى انها تقدم حلا مدمنا للتدخين التبغي او الشيشه، وانها اقل ضررا من التجارة التقليديه التي تحتوي على المواد السامه ومسرطنه. وبعض الاخ يرى انها مكلفه ولم تختبر نتائجها بعد، ولا تكون فيما بها من مواد جيده. انا عايز اطلع مش شرط خالص، ده قرار بيتاخد، انما مش ان انا اخد واطلع دخان مش حقيقي وكده. موضوع تبديل السجاير والكلام ده يعني محتاج اراده وعزيمه، يعني مش موضوع السجاير الالكترونيه وكلام اللي هو بتاع يعني. انا سمعت عن السجاير الالكترونيه بس يعني الواحد عايز يشرب التمباك اللي هو العادي ده، بس ما بقتنعش بقى بنفس الدخان اللي انا اخده وجاي من اللي ما اعرفش جاي منين ده. التدخين عاده سيئه، لا احد منا يختلف على ذلك. البعض يرى انه عندما يريد ان يتحرر من العبوديه لعاده سيئه ما، لا يجب ان يسعى لان يكون عبدا لاخرى لا يعرفها وقد تكون اكثر ضررا. مقتل العقاد، قناه دريم. وضح ان السجارة الالكترونيه اللي بدات تظهر في الاونه الاخيره ليست مقنعه بالمره بالنسبه لرجل الشارع المصري. عموما ده كان اخر تقرير معايا في هذه الفقره، فبعد فاصل انتظرونا والفنان ورد.